يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض قصات الشعر يكون فيها تشبه بفنان أو بكافر، فهل يكون يحرم التقليد بالقزع أم هو مكروه كما ذكر المؤلف؟ تشبه محرم، هذا قاعدة عامة، التشبه بغير المسلمين هذا محرم، وقد يكون مكروها كما ذكرنا لكم في المسألة التي مضت قريبة، لكن الأصل أنه محرم، أن التشبه محرم، وهو زيادة عن القزع. التشبه بهم أعم من القزع، القزع جزئية من جزئيات التشبه بالكفار. نعم.